نبقى وحير علمي بانكو برا ياي هل جيلا ما يسينسا مركز سوير هاون كسينا ياي يبر مركز سوير هدي لجوي رهدو هل كيد دوني دا أوفي عن وحد هذا ماشوا إلى هي أنو نبض قبة يبصوا كعيا وقت حاضر كان أنت عنا وايه وير علمي جي وط علمك هو مهر إنه وير هل كيد جيلا يسي وادمع وقصة عجيبة حوي رواية هل كي جيلا وبيحي لا بجيلا وصهرتي وحير بوصو السعودة من كلا كهري مدو حوير محط رفتا مركز سور علمي بان دوني يا إنام برتو مركز سور علمي بان كبرا ياي هل جيلا ما يسينيسا مركز سور ها إبر وحا أويري ذكري إله ميشات كو أرقتو هدافن إفريسو وحنا كفا إديسو ونميسو وايه سي ود بوير مركز سور علمي كو مهرين هل كي جيلا يسي هو سي هل جيل واقصة هرتنيكي علم كوفيلنا ويلي موسن هيلين وصباح حياتنا نين كلاكي كوريم مركز سحيرة حاضر الناس مركز سحيرة علمي بندونية مركز سحيرة أنا كا علم كوباري هل جيل ما يسينسا ها مركز سحيرة ها إيش مركز سحيرة ولي قفكو آمن حقيامي يعني قفكو آمن قيامها وقيسن وايه رئيسي وات مركز سورة علمك ومهرين يهاشي ذا قيلة إيسي سيد دحدي هلاد قيلة ووسي أساقو علمك وفلان عانا هيرين يعني انكي أضاق أها صفر بو إسكا صوق لي وحاو يميد مقالك لي وحاو يميد مقالك لبقر كتاليا مقالك سوحا كنو بحل تدعون أها وقفك مسافر كأه أما مرتيد أها قبل كاس مرتدك وعم مجالس مرتدك وعنا هبينك. مركي وصاق لو حاجر عيل أنت بدن باهل كوي مادو. قفك مسافر كمجالد جيس كيدنا كويالا. مركي وصاق لو طبعا واجه هرواتي لسعان شرو للجين شري. هراد يدال أدو كام مقدا سوق لسه طبعا بس ملاهين ديارات ملاهين ولا سعان شري. وصاق لي عيل كيف تجي. مركو حل يردت كمجالد يعني. عيل كبير ضد أطيل ما مترين سدد كاسي لعنة باه هالكميشة وضد أهلوي ووجا أمان هلان ضد كمجال هذا كون ولا باه هالكان بس وحاي يدو كونا كده مع صناعين إن باه هالكمجال هذا ضد كشوق أي كنا بتقلان ما دام هبين ولا بهدي وقف عيل كان يصوم مرتيو لعنة باه هالكي وكافتو ميا إن مجال هذا وضد ككعنة عيل كبير الله دروا حالي ريح بهرات بقى هاي ورمك عيل كجيس كأكو يا لك عب عليه عيل كبير وكلاي عيل كمرك بيه بدن كم يجرو مو نحكي لك باهل كده صوت دول استعج صاروا عيل كده مركز سو باهل كحوي دي سؤالة حاجات دوني ده وقفي عن وقفي عن مركز سو حوي رحل كأن هذا كسوغان هاي يا إلهي نبضة يوكيني با وقفي عن ويرو أدونك باهل كوك الأقاجي مجال ذي الله يابتنين كان معجزة ها آدي يعني برتاس يعني وحو أصلا لش وكودا وعلمي وهاش قصو بحيي وهالكي مجال هذا هالكي الدنيا أقوه ناقصن طبعا هالك إلهي كجو أمان صدو أدي قلنا بتقى بسوق عاد عاف ما تقى بالحداد اللي حد قبتي بقوه ناقصن أدونك إنك استو أنا قهدي هذا نال أدونك حاجة قوه ناقصن أمريكا إيو كندا إيو ألين أودن كينو وبربرسين هاي ها نفع مراهن أو قلوبتي إنه بأي كبر ضل ضلني ركلا تستطيع إنا أدنو حتى هدي قف سوماليا لويتي حكيت دوني دو هناك سن أجعلان لهد إنا تكتي تدي ليرا كندا أما USA بكلية مريكا كا مركا وحولين كا وحولين هالك إلهي إكو أمان سادة وقت حادر كان أنكو سوغانا هاي عافي مات كان أكو قبو بان أقو هناك سن باهل كو كان أقاجي كدي بدسكي باي عبت معجسة باهل قف ماشا يميت وعوني جيري نين كان صوبتو وعوني واي بقر كي بان لاشي بقر كي بان إنكا أوعي وير إيما مهم مركز سير واي سده باهل كانوا كبت بعد يعني قف كبت بعد مجرم باهل كحير سؤال بو إيميتي حير الدنيا ده هالكي يكون أكثر أنا قلنا حان كير هالك إلهي أي يكون نبت سي أي أمان يكون سي أي أمان تأن قصو غانا هاي سده يوني قد قاتي بقر كي آدو وقهيلا حير أنا قاعد إلا شقين إسا وحاد نقون إسا كحيقين كيغا واي هبولا وحو إن مدة كحيقين وأهادو ولجوغ بقر كي نين كاني وحو سميي إن بقرك سفر آدو بقرك مكو سفر آدي هاويني دي سيبانين كده محضي كحيقين كبقرك أها واتي كود عاد النبي يوسف عليه السلام
مركي دمعدي واو شيغو خير اني كنين اي اهمني وريغي ما قيامه خو سو حسوستي علمي او هشغيله كوبخي او قفكو امنه وريغا ها قيامنا بس ويكا امستي بقركي با سو لابت ايادو اسلا بقركي انينكا وا صاحيبو انتو سان كالا هورمارين اديكا كودير مركاسي تير بقرو نينكاني يعني غوريغا غو دومري انيغو ادماعي اديغونا صاحيبات كديغانسا بقركي اد بو حناق isagoo wax hubsan wax weydiin ayuu wuxuu aaday qolo calooshad u shaqaysayaal oo meel ku heysan jiray boqorka bir subaxii uu yiri qofka ugu horeeya ee idin yimaada qorta ka jara waayeedeen yani dumar iyo rag midna u kala ma caadi waayeedeen naagtiisana way ma way ogaatay inuu boqorka sidaas yeelay wiilkii odagii aan dhahay waxa uu damcay subaxii kale to boqorkii u yimid wuxuu yiri dadkaas xagga ku xiran quraacdan iyagu qaat quraacdi baa la soo diyo wuxuu arkay meel wacdi iyo dikriga ilaahay lagu haayo waa halkii cilmiga uu hasha geela ka soo bixiyay uu fariistay wuxuu dhameystay ee dikriga alla meeshii ka socday iyo wacdigii iyo waxyaabihii ilaahay loogu dhawaanay intii uu dikrigii iyo waxyaabihii alla loogu dhawaanay ninkan dhageysanaa uu ku maqnaa islaantii baa baxday aragto ninka sida loo dilay way tagtay meeshii bay tagtay qofku ugu horeeyay ayaday noqotay kulay madaxay ka jareen nimanka calooshu shaqaysayaasha odagii ee boqorka ahaa raagsaday ninkii xaaskiisana uu waayay odagii boqorka ahaa ee waxa uu daahsaday ee ninkii uu rabay in qorta laga jaro xaaskiisana waa uu ka waayay meelaha waxa uu aaday nimanka calooshu shaqaysayaasha waxa uu arkay xaaskiisi oo meeda wuxuu dhawaa anigu qofkaan idin ma dareen hadda boqor oo anaga qofkayga ugu horeeyay idin imaado dil baadna dhahday waana dilnay markaas wuxuu yiri oo wiil idin ma ima oday oo nin idin ma imaan miya oo idin wada cunta markaas yiraahdeen maya wax yar kadib ninkii ayaa yimid markaas yiri haa xageed ku soo daahday markaas yiri ee boqor waxaan soo maray yur meel aad u qiimo badan dikriga ilaahay lagu xusaayo ee wacdi ka jiro oo ilaahay la isku xasuusinayo waana fariistay ilaa uu nooga soo dhammaaday hadduuna noo soo dhammaaday waxaan isiri nimankii quraacdooda u keenay oo yaa boqorku wuxuu yiri qoftaa meydka ee xaaskayga iyo adiga maxaa idin dhexmaro yiri inta aan maqnaa xaaskaagu wuxuu yiri saqajaanimo iyo waxyaabo kale ila soo damacda way idamaaxisay anigana waxaan ku yiri qofii aaminay weligayga ma qiyaamayo boqorkii aad u ula yaabo markaas wuxuu ku yiri saacaddaa laga bilaabo adigaa boqorkii ah anna ku xigeenkaagii baan ah aadi aad qisadani marka waxay na tusaysaa ninkaani waxa uu ku badbaaday cilmi buu soo raadsaday talooyinka wanaagsanaa ee la soo siiyey waxay kaloo na tusaysaa qofku aamina inaadan weligaa qiyaamin maxaa la dhahay waxyaabo kugu soo socdana in dikriga ilaahay uu kaa baajin karo ninkaani waxaa loogu talagalay in la dilo balse hal geela waxaa uga baxday inuusan soo dhaafin meel dikriga ilaahay lagu xusaayo meeshii buu ku dhammaystay sheekadan waa sheeko qiso cajiiba leh sheekooyinka horto waxaa laga dhaxlaa waxyaabaha ku anfaca murtida leh yacni sheeko walboo dhacda run ma noqon karto sheekooyinkana waa sheekooyin la qora waqtiyo hore oo anaga naga horeeyey inay run tahay inay been tahana lama kala ogaan karo laakiin waxaa lagala baxaa murtida ku jirto iyo nuxurka nuxurka sheekadan ku jirta waxay tahay in qofku aamino weliga aadan qiyaamin halka dunida ugu wanaagsan ay tahay halka ilaahay subxaana wa tacaala kugu nabad yeelo adigoo caafimaad qabo lixdaada lixaad qabo kusoo kacda alxamdulilah ku dhahda ku shukrida iyo midda kale oo ah in cilmiga iyo maxaa la dhahay dikriga ilaah meel uu ka jiro aadan iska dhiga tirin mar walba marka saddexdaas dulucdu sheekada ay u socotaa in qofkii ku barahaa aa ku tari doono oo ay ka mid tahay ninkaa hadda cilmi wuxuu doonay aad iyo aad way ku cunta ma weys aad iyo aad waa may dadka cilmiga waxay u yaqaanaan keliya in qur-aanka la barto diinta la barto cilmiga kale la barto laakiin in lagu waaniyo hal kelmadoo faa'iido leh lagu yiraahdo cilmi uma yaqaanaan anigu hal kelmad oo naf ilaah ah waxay kaaga qiimo badan tahay boqolaal wax aad bartay imisa maanta wax bartay oo aanan cilmi lahayn aqoon
أدونكو بقى في هذا أنا ما أنت أنسن عقلي أنسن لين أدي إيه قرأت ها ها يدي أنا وهذا وقت حاضر كان هدي لي ليه لا هل جيلا كوبحي محل ده هاي مشان قفها قيامني كوبحي لين حقيقة مرك لقال أنا وحال ده لا علمي بان دونتي وأنا جوانا يحصل من دونا نبى ده لا هاي جا قادن مرك دلوع ده شيء كذا تعصب كنت سيسا تيد كلا تنشي كوين كا ايه وحا لو قرا هديهن صحي هديهن غلط با يعني واحد عاي هديسنا هي واحد عين با وا ان مرتدى لا غلط بها او وانوك يقسوينك ها عادي عاد لو قاطا كوسو بير اصحاب سي بي اي تي في سي اد او خرناتيد ارغتيدادنا نوغ لا وداق قيبتا فالدا لهدسني واو اصبر كيسو في عايز احيا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوشو تحل مفرم $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $5 iyo $10 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa